من هنا بنطالب انه النيابه تتحرك في انه تشيل ملفات القضايا قضايا كل الشهداء وتتحرك فيها بصوره جاده، انه القضيه بتاعت العداله دي ما قضيه سهله، هي قضيه بتاعت كل الشعب السوداني، قضيه بتهم كل الثوار الموجودين في الشارع، هي القضيه نمره واحد الان كل الثوار ملتفين عليها. فبنقول العداله اولا ثم اولا ثم اولا. الليلة عندنا تدشين بتاع الشارع، شارع الشهيد أيمن أسامة سليمان اللي توفى يوم 9 يونيو 2019، أثر الأحداث اللي حصلت بعد فض اعتصام القيادة العامة، كانت وفاته بسبب طلقة من قبل قوات الدعم السريع اللي هي البكاسي اللي كانت مفكوكة أيامات بعد فض الاعتصام. فتم إصابته في الشارع الجنوبي بجاي من أول شارع لينا. الليلة دي الذكرى الثانية له، ولحد الآن العدالة ما تحققت تقريبا، الملف بتاعه لحد الآن في القسم ما يتحرك من القسم. سراج الدين أحمد لجان مقاومة الإسكان. شكرا.